النهارده استأنف النادي الاهلي استعداداته 24 ساعه اجازه، وبعد كده كل اللاعبين الحمد لله لاول مره من فتره طويله جدا كل اللاعبين بتبقى موجوده مع بعض. يمكن اكيد هنقول ممكن يعني زي ما حضرتك بتقول عوده برضو الاصابات، عوده رضا سليم، اعتقد ان امام برضو بيتماثل للشفاء بعد اصابته مع المنتخب. طبعا ان شاء الله تبقى عودة بنفسية أحسن لكوكا بعد وفاة والده اللي بعزيه طبعا. في وفاة والده. أتمنى أن الحالة الفنية والبدنية، أعتقد أن حتى اللعيبة الدوليين من بعد الرجوع من بطولة أفريقيا أعتقد أن هم خدوا راحة سلبية جيدة تقدر تفيدهم الفترة اللي جاية، وخصوصا كان عليهم ضغط كبير جدا اللعيبة الدولية، اشتراك في كأس عالم الأندية وبعد كده الذهاب لبطولة كأس الأمم، وبطولة كانت صعبة مش سهلة في مواجهات اكيد مع فرق كبيره. اعتقد ان اللعيبه الدوليه خدوا راحه بشكل كبير. ببارك للزنفولي طبعا وان شاء الله يبقى اضافه للسكواد النادي الاهلي، يقدر يحقق طموحات مع النادي الاهلي واهداف مع النادي الاهلي، ويكون اضافه لحراسه المرمى في النادي الاهلي. اعتقد ان كل الاسلحه بتاعت مستر كولر جاهزه ان شاء الله تقدر تعمل حاجه، والحفاظ على النسخة بتاعتنا اللي احنا معتادين عليها وتحقيق البطولة في دوري أبطال أفريقيا. شايف الماتش ازاي؟ أكيد ماتش عموما ما بين الأهلي وشباب بلوزداد أو ما بين الأهلي والأندية الجزائرية الأول. الأندية الجزائرية ودول شمال أفريقيا بتبقى كلها مباريات معتمدة على الروح والقلب والعزيمة والإصرار والدوافع اللي بتبقى عند الفرقتين. أكيد مش هتبقى مباراة سهلة. اللي مطمني بشكل كبير إن خلاص بقت لعيبة النادي الأهلي متمرسة بشكل كبير على المباريات دي، عندها الدوافع، عندها الإصرار في كل المباريات دي. اللعيبة خلاص بقى عندها خبرات إنها تقدر تلعب دول شمال أفريقيا بشكل جيد. مستر كولر برضو بقى خلاص بقى متمرس بشكل كبير في موضوع أو في بطولة دوري أبطال أفريقيا. أكيد من مميزات مستر كولر كمان إن هو طول الفترة الأخيرة بيقدر يدرس فريق الخصم كويس، بيقدر يدرس نقط القوة والضعف في اي فرقه بيلعبها، فدي ممكن من مميزات مستر كولر، ودي اللي بتسهل عليه المباراه بشكل كبير. يمكن اللي اضاف له كمان الراجل مع الفرقه ان هو بقى بيقسم المباراه بشكل جيد، بقى بيحط انسب تشكيل، فاعتقد ان لا الامور بقت اسهل على مستر كولر حتى في المواجهات دي.